تابعة لمجلس طباس تستفيد من توزيع كميات من البذور في إطار الحملة الجهوية لزراعة المطرية بولاية أدرار. وفي هذا السياق اشرفت السلطات الجهوية والإدارية على تسليم نماذج من البذور على ممثل المزارعين ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. واليوم ده هم احنا هون في بلدية طباس، بلدية معروفة بالزراعة ومعروفة بأنها لها مزارعين. نختار نقول واللي نختار نوصي عليه الله على أن حد لا يحرث على أن الدولة ما داروا ليد وما داروا العون. حد ما هامه يحرث وهامه على أنه تعود الدولة تساعده، ذاك ما هو ما هو ما هو ما هو قادر يصح. طالبين من الشباب كامل وطالبين من من من, من الشخصيات الخصوصية على أنها تشارك بهذه الحملة، به اللي نختاروا لا نحاولوا كاننا نحصلوا على اكتفائنا الذاتي من 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 من, من, من جميع عينات الحبوب. من جانبه عمدة طواس أكد أهمية هذا الدعم الذي سيساعد في تحسين المنتوج الزراعي بهذه المنطقة. أشكر السلطات العليا للبلد على دعمها للمزارعين الزراعة المطرية اللي انجبروا فيها الفئات الهشة من المجتمع والفئات الفقيرة. غير اليوم الدولة قالت لكم بدوركم الاكتفاء الذاتي. بدوره المندوب الجهوي للزراعة تطرق لضرورة المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية المطرية والمروية لهذا الموسم. الحملة العام عندهم مميزات خاصة، وهي لأنها حملة مدور بها لأنها نحصل منها على نتائج. ذيك النتائج هي اللي مستهدفة، ونختار لا نعود زند واحد وأيد واحدة على الإنتاج. ومن ذا المنبر نختار نقول أن ذي الناس اللي تراعوا فيها هون كامل كلها جاي من قطاع والله من مؤسسة حالتها واحدة، فذلين قالوا متابعة الحملة الزراعية. ما فهم تقصير لا يعود ولا فهم نقص ما هو من إلى عاد من الموارد المصادر الطبيعية اللي ما محكم فيه. أما المزارعون فقد ذمنوا تقديم هذه المدخلات في ظل ما تتوفر عليه المنطقة من مساحات زراعية مؤهلة. الواد عنده جهد لا بأس به في الزراعة المروية والزراعة المطرية في تلك الزراعتين، والحمد لله ولله الحمد البلدية الآن جابت لهم قدر من الفقراج للزراعة المطرية، وذاك من اللي بإذن الله تعالى يساهم في هذا العمل الجبار. شاكر الدولة عطيتنا إجراج وعطيتنا ليلة كاملة ما خسرتان. نحرث واد لقيان ونحرث الزرع ونحرث الشعير ونحرث القمح، وراو منهم إفادة كبيرة وفندي شنو إشكال الزراعة كاملة ما شاء الله عندنا هون تأثرت بارك الله وزينا ما شاء الله. مدخلات زراعية يعول عليها بتشجيع النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج خاصة من الحبوب والخضروات. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، بلدية أطواز.